ألقاب ترفع بالجملة، ليست في ملعب كرة قدم أو قاعات مغطاة، بل في فضاء تبررة يرفعها أطفال في أجواء احتفالية منتشنة بحلول عطلة صيفية، وليس أفضل من الطائرة الشاطئية لإعلان بداية الموسم حتى وإن لم يحن الوقت بعد الهجرة إلى الشواطئ. أنا خذيت الكوب وترشحت للدور نصف النهائي. إحنا عملنا جو وإن شاء الله ديما كل عام هكا. تعرفنا على عباد جدد والحمد لله ربحنا. عملنا جو وتفرهدنا والحمد لله. إن شاء الله تعود الدورة تفرهد تلامة. اي باهي الامبيونس تعرفونا باهي ان شاء الله ديما هكا. نتمنى الدوره هذه تتعاود كل عام باش نتقوى مستوانا ونزيد ونتعرفوا على عباد اخرين ونوليو احسن. ان شاء الله تتعود الدوره هذه وان شاء الله الدوره الجايه نزوا احنا. المستوى باهي وكلنا سي في معناتها كلنا مترينين وخويا برشا الدوره تسمى باهي كي شفت فيهم. والله المنظمه تاع الصحه عجبتني برشا ونشكرها ياسر ياسر. خرجتنا صحيح خرجتنا من ستريس الباك اصلا. لازم شويه جو شويه امبيونس بعد القرايه. والله باهي تفردنا شويه وفي العطله هذه الحمد لله ربي شحنا. لعبنا شويه وبرا كهو دوره باهي وعلى ربي ان شاء الله. المهم عملنا جو تعرفنا على عبيد و صفا يعدي روحه. بادره تهدف في ظاهرها الى تشجيع الرياضه المدرسيه، لكن اهدافها الاخرى جمه وتمس الاطفال على مستويات عديده. بالنسبة للفكرة هذه والدورة هذه متاع الكرة الطائرة الشاطئية وفي نسختها الأولى، هي في الحقيقة رغبة الجامعة وجميع الإطارات باش نوعوا في النشاط متاع الرياضة المدرسية وندعموا الأنشطة الموازية. هو في الحقيقة رغبة منا باش نزيدوا نستقبلوا أكثر عدد ممكن من بين التلامذة فتيان وفتيات في تعاطي النشاط الرياضي المدرسي. من بين الدورة هذه الكرة الطائرة الشاطئية على غرار الأولمبياد الجامعية والأولمبياد المدرسية اللي صار في صفاقس لهنا. الرياضة المدرسية والجامعية تمتد طيلة الموسم الدراسي، وأحسن حاجة نحن نعملوا نهائي بون، يمكن النهائي هذا يدخل في نطار الاحتفالية أكثر منه في الأطر القانونية، خاطر احنا ما عندناش بيش فوليبول بار اكزومبل في المؤسسات التربوية، ما تقعد دورة لتشجيع الرياضة المدرسية ذات صبغة احتفالية أكثر من حاجة أخرى. كبادرة أولى نشكر كل المسؤولين اللي كانوا سهروا باش ينجحوا التظاهرة هذه في الكرة الطائرة الشاطئية، وإن شاء الله كل عام تتعاود لنا دورات كما هذه. بالنسبة لأول مرة مستوى فوق المتوسط. هالأنشطة هذه الموازية للنشاط نتاعنا هو توسيع قاعدة المشاركين وقصد استقطاب أكبر وأكثر عدد ممكن من بين المتمدرسين فتيان وفتيان لتعاطي نشاط الرياضة المدرسية. الحقيقة نشاط كيفنا كان ما يزيد كان يشجع التلامذة باش يخرجوا من الإطار، وحتى النشاط نتاعنا يخرج ويتفتح على المحيط الموجود في كل ولاية، مش كان في تبرورة لهنا في صفاقس. في تبرورة بالضبط؟ في تبرورة الحقيقة، هو فضاء الحقيقة رائع، ما يزيد كان يشجعنا حتى باش نزيدوا ونوسعوا حتى في النشاط نتاعنا. حبيناها تكون دورة في اختتام السنة الدراسية والاختتام الموسم الرياضي المدرسي، وحبيناها تكون انه في فضاء مفتوح وهكا تفتح الرياضة المدرسية على الفضاءات الأخرى، واخترنا فضاء تبرورة نظرا للتهيئة اللي صارت فيه. البحر مزيانة؟ اي باهي مزيانة النوم باهي. هاي نظيفة حتى كل شيء نشوفوها، هاي نظيف ولا يعود. تلألؤ زرقة مياه البحر ينعكس بعيون أطفال ترى الأمل ومستقبل الوطن يرسم بأنامل متعطشة للديمقراطية المساواة والمنافسة النزيهة.